هنعمل سندوتشات الطعميه اللي بالطماطم المتبله والطحينه والجرجير. الطعميه زي ما قلت لكم اعتقد انها ما فيش حد بيختلف عليها، كبار وصغيرين كلنا بنحبها وكلنا بناكلها فطار غدا عشاء مع بتنجان مخلل، مع بتنجان مع طماطم مخلله زي ما هنعملكم النهارده، مع فول، بتتاكل بمليون شكل وبمليون طريقه. تعالوا نشوف مقاديرنا وهوريكم هنعمل طعميتنا ازاي النهارده. عندي اول حاجه كوبايتين حمص، عندي نص معلقه صغيره بيكنج سودا، كوبايه ورق بقدونس طازه من غير الاعواد، ثلاث ارباع كوبايه ورق كزبره طازه من غير برده الاعواد، نص كوبايه شبت من غير برده الاعواد، واحد بصله اربع ارباع متقطعه اربع ارباع، ثمان فصوص ثوم، معلقه صغيره كمون، معلقه كبيره كزبره مطحونه، معلقه صغيره بيكنج باودر، اثنين معلقه كبيره سمسم، ده طبعا بعد ما نخلص العجينه، وعندي كمان معلقه كبيره فلفل اسود مطحون وملح. للتقديم عندي طحينه عيش بلدي انصاص، شرايح طماطم مخلله. طيب تعالوا نبتدي اول حاجه بان احنا نخلط مع بعض عجينه الطعميه، وانا كنت عامله شويه هنا برضو، هما دول اللي احنا هنعملهم مع بعض ونحطهم على النار، بس هوريكم الاول مقاديرنا هنعمل فيها ايه. هنزل الحمص، هنزل الخضره بقى طبعا كلها الحلوه دي، احلى حاجه في الطعميه انها مليانه خضره، يعني اكله بجد مصريه خالصه و بكل خضرتنا الحلوه. الثوم طبعا، بصل، البهارات، كمون، وبقيت بقى بهاراتنا كلها، والبيكنج باودر وملح وفلفل. وهضرب بقى كل المكونات دي مع بعض كويس قوي، حط لها شويه زيت زيتون كده صغيرين ساعد في انها تتضرب، وفي نفس فين الغطاء، وفي نفس الوقت فايده برضه. نحركهم شويه، زود الزيت شوية، هضرب الخلطانة. ودي نديها اخر تقليبه كده عشان بقيه المكونات اللي لسه ما ضربتش تتضرب كويس. اللي تحت بقى بيست معظمه او بقى عجينه، فبحاول اجيب فوق، والحتت الكبيره لسه انزلها تحت عند السكينه. طيب عشان وقت البرنامج انا هسيبها بقى فاضلها يعني 3 4 دقايق كمان هضربها بعدين. تعالوا بقى دلوقتي نعمل طعميه مع بعض وننزلها على طول على النار. ناخد شويه من العجينه نكورها بقى كويس، ممكن نعملها شويه يعني مدوره او شويه مسطحه اكتر، كل واحد بقى زي ما بيحب الطعميه بتاعته يعني. نزلها بعد كده السمسم، وهندل بيها على طول على النار. نعمل واحده كمان، ناخد شويه من العجينه، انزلها في السمسم
ما اجي انزلها عند الزيت اخلي بالي ان اقرب للزيت قوي عشان ما تطرطش عليا. طيب هكمل بقيه الكميه طبعا، وانا عشان وقت البرنامج كنت مقضبه لكم شويه، تعالوا نجيبوا شويه اللي خلصوا مع بعض. مع العيش البلدي والطحينه، وزي ما قلت لكم هقدم معاها الطماطم المخلله بقى، شويه جرجير شويه مخلل، تقدروا بقى تزودوا طبعا. مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ازاي، هتبقى خطيره مع الطعميه والطحينه، وشويه كزبره خضراء او بقدونس اي حاجه منهم على الوش، وبس كده بالهنا والشفا. عملنا النهارده طعميه البلدي بتاعتنا الخطيره مع سندوتشات العيش البلدي والطماطم المخلله. طبعا عايزاكم تجربوها وتقولي رايكم فيهم ايه.